الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك منافسات الدور التمهيدي الأول من الدوري بالعلامة الكاملة، محققاً الفوز في جميع المباريات ليحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى عن جدارة واستحقاق. خاض فريق الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء 10 مباريات أمام فرق ألعاب دمنهور ومصر للبترول والصيد والطيران والداخلية ذهاباً وإياباً، حقق الفوز فيها جميعاً ليحصد 30 نقطة ويتربع بها على قمة المجموعة. ينتظر الفريق إعلان اتحاد الكرة الطائرة عن جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني والذي سيشهد منافسات أكثر قوة من الدور الأول، حيث يتواجد الزمالك على رأس المجموعة الأولى والتي تضم الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالمجموعة الرابعة بجانب أصحاب المراكز الثلاثة بالمجموعة الأولى التي يتصدرها الزمالك. يلعب فريق طائرة الزمالك مباريات الدور الثاني بمجموعة تضم كل من سموحة وسبورتينج والقناة بجانب مصر للبترول والداخلية، ويتأهل أول 4 فرق من المجموعة إلى المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب بعدما قام اتحاد الكرة الطائرة بإلغاء مرحلة الترتيب من الأول إلى الثامن بسبب ارتباط المنتخب الوطني بالتصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الإفريقية والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 22 إلى 29 من يناير المقبل. ويسعى فرسان طائرة الزمالك إلى استمرار الانتصارات في الدور الثاني من أجل التقدم خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بثنائية الدوري وكأس مصر للموسم الثالث على التوالي.